إيه صباح الخير، طبعاً أني اليوم راح أروح لمدينة الألعاب وأجرب الزحليقة مال الموت، أكبر زحليقة بالتاريخ. يلا يا شباب وبنات، خلي أروح أخذ الفلوس من ماما وأقول لها أني راح أروح مع أصدقائي لمدينة الألعاب. إن شاء الله اليوم راح أروح مع أصدقائي. يلا أول مرة خلي أكلم ماما، يمكن ماما ما تقبل أروح لمدينة الألعاب. إيه يمكن ما تقبل. ماما وين ماما؟ والله ما أعرف. أوه شكلها ماما طلعت من البيت. يعني شباب بنات أنا لوحدي موجود. فرصتي، خلي أروح لمدينة الألعاب وأجرب الزحليقة مال الموت. أوكي خلي أخذ الفلوس من الصندوق مال ماما وأروح لمدينة الألعاب. يلا. لا ماكو فلوس. والله ورطة هاي، يعني شلون أني أروح لمدينة الألعاب وما عندي فلوس؟ أوكي مو مشكلة، راح أروح لحالي بدون أصدقائي وأقل لصاحب المدينة مال الألعاب يدخلني مجاني لأن أنا فقير. اوكي مو مشكلة، خلي افتح الباب ونقول بسم الله. اوكي شباب بنات يلا، هسا اني راح اروح لمدينة الالعاب هاي الكبيرة، صايرة جنب البيت مالنا، صح هاي المدينة مال الالعاب مال الفقراء، بس اني راح اجربها، لان تعرفون هاي الزحليقة اسطورية، كل الاطفال يحبونها، شوفوا شقد كبيرة، واو، وبعد شوفوا مساحتها ما شاء الله، كلها كبيرة. اوكي مو مشكله، خلي اروح لعمو البائع هذا القروي واقول له يدخلني بالمدينه. يلا هي هي راح اجرب اللعبه. هي هي خلي اجرب اللعبه. اوكي خلي اجربها يا شباب، والله مزين ما كشفوني. هاي شنو؟ وين العربه؟ والله احتاج العربه، والله انا فقير احتاج العربه. خلي اكلم عمو القروي. اوكي عمو القروي، عمو القروي شو تريد؟ لا اله الا الله، هم انت مره ثانيه؟ شنو تريد هاي المره؟ قل لي عمو القروي، انت تعرفني انه اني فقير وما ادري شنو، وجيت اريد العب بمدينه الالعاب مالتك، لان مثل ما تعرفاني والله ما عندي فلوس ادفع لك، وهسه متورط، ارجوك جوله واحده بس خليني اصعد بالقطار مال الموت. لا ممنوع، لازم تدفع لي دايموندة واحده حتى اخليك تدخل بالقطار مال الموت بمدينه الالعاب، افتهمت؟ واصدقائك كلهم جربوا هاي السكة مال الموت وكلهم قالوا اسطورية. اوه اصدقائي كلهم جربوا السكة مال الموت ودخلوا بالمدينة مال الالعاب، بس انا بقيت، والله ورطة هاي. ارجوك عمو القروي خليني ادخل بمدينة الالعاب حتى لو بس افتر بيها جولة بسيطة، اريد اشوف عمو ايش قلت. لا ممنوع، ممنوع منعا باتا انت تدخل، لان هاي المدينة اسطورية وبيها سكة الموت، شوفها. والله صديق سكة الموت الأسطورية ها يا شباب ويا بنات، بس عمو ماما أخذت الفلوس وراحت تشتري لنا طعام، وأنا بصراحة ما عندي فلوس فقير، أكو طريقة ثانية أدفع لك بيها فلوس وتخليني أجرب القطار مال الموت؟ لا 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 ماكو، اسمعني أنا عندي شغل ولا تتعبني، لو تدفع لي فلوس لو تنقلع، يلا بسرعة. ما عندي فلوس، والله ورطة هاي. شباب بنات شو أسوي؟ أنا كان حلمي أدخل بمدينة الألعاب وأجرب السكة مال الموت أو الزحليقة الغنية، بس ما قدرت، ما عندي فلوس، هسه منين أجيب فلوس؟ والله ما أعرف. إجت لي فكرة، خلي أرجع أكلم القروي آخر مرة، إن شاء الله يقبل يساعدني. أوكي، عمو القروي، عمو القروي. هاي شو تريد اليوم؟ لا إله إلا الله، شو تريد؟ بس تكلم. عمو القروي انت تعرف احنا الاطفال نحب مدينه الالعاب واني اريد ادخل، والله بعمري حياتي ما مجربها، ارجوك والله اني فقير ارجوك ساعدني بس هاي المره. لا 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 ما ساعدك. ارجوك عمو القروي بليز، ارجوك ارجوك والله اني مسكين. خلاص اني راح اخليك تدخل بمدينه الالعاب وتجرب كل الالعاب مجانا، يعني حتى السكه مال الموت او قطار الموت او الزحليقه تيجي كل يوم تصعد بيها ببلاش طول العمر، ايش قلت؟ اوه والله شكرا، يلا خليه يدخل، خليه يدخل يلا. تعال. ايش شنو؟ بس عمو القروي انت قلت لي روح جربهم ببلاش ومدى الحياة. شكل شباب بنات خدعني. والله انا مسكين عمو القروي، يعني ايش ادري من عندي صحت لي. اسمعني. اني ما خليك تسوي هاي بدون مقابل. عندي اربع مهمات. إذا تسويهن كلهن بنجاح راح أخليك تدخل مدينة الألعاب طول العمر ومجانا، افتهمت؟ يعني أربع مهمات،
إذا أسويه كلن بشكل صحيح وناجح راح تخليني أجرب القطار مال الموت صحيح؟ إيه صحيح. يلا أنت جاهز للمهمات لو ما جاهز؟ خلاص عمو القروي أنا جاهز، بس إذا فشلت بالمهمات شنو راح يصير؟ إذا فشلت بالمهمات راح أقتلك أنت وأصدقائك وبعد ما تدخل مدينة الألعاب طول العمر. شباب بنات والله ورطة هاي، خلاص أنا راح أخاطر بحياتي وأجرب المهمات. عمو القروي شنو المهمة الأولى؟ المهمة الأولى أريدك تروح للشركة اللي اسمها شركة التليفونات، أريدك تدخل داخلها وتبحث عن صندوق، هذا الصندوق بي شغلة جدا جدا نادرة، أريدك تجيبها وتجي بسرعة. خلاص راح أسوي المهمة الأولى يا شباب ويا بنات. والله شكل هاي المهمة الأولى سهلة. أوكي مو مشكلة، قال لي عمو القروي المهمة الأولى أروح للمحل مال الجوالات أو الهواتف أو التليفونات وألقى صندوق بيه شغلات رهيبة. المحل مال التليفونات هو هذا يا شباب ويا بنات. أوكي أو شركة الهواتف. يلا أني وصلت، لا يكون هذا الصندوق. والله المهمة سهلة، واو يعني خلصت المهمة الأولى وبقت عندي 3 مهمات. أوكي والله ما توقعت المهمات كثير سهلة. يلا أوكي شباب بنات أني وصلت، والله ما بصدق. لحظة خلي أشوف شنو موجود بالطابق الثاني، والله ما أعرف. أوه فارغ ماكو شي. يلا خلي أرجع أكمل المهمة الأولى أشوف شنو موجود داخل الصندوق. أوكي هاي شنو؟ والله ما أعرف أني هاي شنو شباب بنات. والله اللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات. اوكي مو مشكلة، انا خلي اخذ هالعمو القروي واقول له سويت المهمة الاولى بنجاح، شنو المهمة الثانية والثالثة والرابعة؟ اوكي يلا انا وصلت، والله ما مصدق حياتي. انا تخيلوا المهمة الاولى كلش سهلة، ان شاء الله باقي المهمات تطلع سهلات حتى نسويهن يا شباب ويا بنات. اوكي يلا مو مشكلة. عمو القروي عمو القروي والله ما مصدق خلصت المهمة الاولى. عمو القروي تعال بسرعة، تعال تعال خلصت المهمة الأولى خلصتها. هاي شلون؟ والله تصدق أسطوري. لقيت الجوهرة اسمها السمكة السحرية بو؟ هاي سمكة؟ والله ما أعرف. إيه عمو لقيتها، شو أسوي بيها هسه؟ أريدك تخليها بهذا الأداة اللي هنا. أوكي خليتها هنا عمو، هاي خليتها. بعد شنو المهمة الثانية؟ هسا انت خلصت المهمة الاولى بقت عندك 3 مهمات. اسمعني اريدك هاي المرة تروح الشركة ناسا، هاي مال الوكالة مال الفضاء ومدري شنو، اريدك تتسلل بالشركة مالتهم وتسرقهم، عندهم مكان سري بيه اشياء رهيبة. اوكي بس عمو القروي المكان مالهم بيه حراس وخطير كلش. روح بسرعة. اوه شباب بنات والله ورطة هاي. المهمة الثانية يريدني اروح شركة ناسا، هاي شركة ناسا الوكالة مال الفضاء الامريكية. اوكي مو مشكلة اني خليني اروح اسرقهم، ان شاء الله الحراس اليوم جاي يتابعون سبونج بوب وما ينتبهوا لي. اوكي مو مشكلة، الشركة من هذا الاتجاه، تشوفون هذا السياج، هذا السياج ممنوع واحد يعبره. اوكي مو مشكلة، هذيك الشركة بعيدة. يلا خلي اتسلل يا شباب ويا بنات. اوكي سريع سريع سريع. اوكي يلا يلا يا شباب. اوكي ان شاء الله ما يكتشفوني. اوكي وصلت للشركة مالتهم، ان شاء الله اليوم راح اتسلل واشوف شنو اللي موجود عندهم. اي يلا خلي ادخل، ان شاء الله ما حد يكتشفني، انا خايف يكتشفوني هذولي الحراس. اوكي واو شوفوا القمر الصناعي مالهم، ما شاء الله شوفوا واو، هاي الإشارة عندهم قوية مال الإنترنت، أقصد يتصلون بالكواكب البقية. أوكي مو مشكلة خلي أدخل، والله ماكو حراس فرصتي. شلون أفتح الباب؟ شلون أفتح الباب؟ زر. إي شنو موجود هنا؟ والله ما أعرف. قال لي عم القروي أكو صندوق سري بيه شغلات رهيبة لازم تجيبه، أعتقد موجود تحت الأرض. أوه والله المكان خطير هذا. يلا اني راح اخاطر بحياتي حتى اسوي هاي المهمة. اوكي يلا يا شباب ويا بنات. هذا وحش، هذا وحش عيونه زرقاء يا شباب ويا بنات. اوه هذا حارس شكله، والله ما اعرف شنو هذا. هاي شنو؟ فينس.
لا يا ورعان لحظة، خلي أجيب هذا وأشمع المكان اللي انظلمه، أشوف شنو موجود. لحظة شبابنا. والله شكله رهيب، يمخلينا على أساس وحش. أوه هذا الصندوق، هيا شنو؟ ما أعرف أني، هيا شنو شبابنا؟ أوكي خلي أخذها سريع وأوديها. أوكي شنو هاي يا ساتر؟ والله أني ما أعرف. أوكي خلي أهرب، خلي أهرب سريع سريع. وصارت الدنيا ليل، أني من وين جيت؟ هاي المختبرات والمعامل مال الشركة مال الفضاء، والله أتمنى ما يمسكوني. وهذا القمر مالهم الفضائي. يلا أني خلي أرجع أودي هاي الجوهرة، مدري شنو العم القروي أقول له سويت المهمة الثانية، بقت عندي المهمة الثالثة والمهمة الرابعة. أوكي يلا خلي أنزل أني سريع يا شباب ويا بنات. يلا أوكي ونزلت، إيه ما بقى شيء، نزلت. والله أني ما بصدق يا شباب ويا بنات. يلا واحد اثنين وي ما صارت. يلا أني كملت المهمة الثانية، هسه راح أودي هاي العم القروي وأقول له كملت المهمة الثانية وإن شاء الله ينطيني الجائزة مالتي ويخليني أدخل. أوف 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 أوف. ويخليني أدخل بالعربة مال هاي الموت. عم القروي عم القروي عم القروي اسمعني، خلصت المهمة الثانية. إي كفو يا بطل، هسه أريدك تخلي الجوهرة الخضراء بالمكان مالته. يلا بسرعة. أوكي وين أخلي وين؟ هنا خليت عمو عم القروي. هسه أني خلصت المهمة الأولى والمهمة الثانية، شنو المهمة الثالثة والمهمة الرابعة؟ هسه الدنيا ليل والدنيا جاي تمطر، أريدك تروح للبيت مالك تنام وتجي للصبح. أوكي يعني من يختفي المطر. يلا روح لبيتك والصبح تعال. أوكي مو مشكلة، أنا خلي أروح للبيت مالي وإن شاء الله في الصباح راح أروح لهاي المدينة الألعاب وأسوي المهمات الأخيرات، المهمة الثالثة والمهمة الرابعة. يلا أنا وصلت للبيت مالي، خلي أروح أنام يا شباب. أوف 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 أوف. يلا خلي أروح أنام. إيه صباح الخير، طبعا هذا اليوم هو اليوم المنتظر اللي أني أحبه كلش، اليوم راح أسوي المهمات الأخيرات وأروح لمدينة الألعاب. والله أني كلش كلش متحمس حتى أروح أجرب مدينة الألعاب بالكامل. يلا يا شباب ويا بنات نفتح الباب ونسد الباب، والله أني كلش متحمس، أتمنى أنتم متحمسين مثلي. هذا الزر، أوه الكهرباء منطفية، هاي هنا أني أدخل هيتي وادخل بهاي الطريقة للغرفة مالتنا يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي مو مشكلة. يلا هسه خلي اروح العم القروي اقول له انا اجيت لك اليوم من الصبح حتى تخليني اجرب مدينة الالعاب. اوكي عم القروي عم القروي، يلا انا اريد اجرب مدينة الالعاب، اجيت لك من الصبح. والله توقعتك ما راح تجي. اوكي عندك بقت مهمتين، انت مستعد حتى تسويهن وتخاطر بحياتك؟ لو لا ايه اخاطر بحياتي اكيد اني مستعد، اني اكثر واحد مستعد بالتاريخ. يلا عم القروي شنو المهمة الثالثة والمهمة الرابعة؟ اسمعني بقت اخر مهمتين، المهمة الثالثة والمهمة الرابعة، اذا تفشل بيهن راح اقتلك وما تدخل المدينة مال الالعاب. اوكي ايه اوكي عم القروي، وبعدين وبعدين يلا مو مشكلة اروح انقلع، ما خليك تجرب اي شيء. لا لا عم القروي ارجوك، بليز 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 عم القروي. شباب انا اتزعل زعل لانني قلت له بعدين. شلون ارطه هاي؟ يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله اجرب اليوم عربة الموت او سكة الموت. والله ورطه هاي عم القروي، عم القروي بليز لا تزعل. والله اني زعلت من عندك لان انت ما تقبل تسوي المهمات الاخيرات. ليش ما تقبل؟ لا عم القروي والله اني راح اسوي المهمات الاخيرات، بس قل لي شنو هن. اوكي المهمة الثالثة قبل الاخيرة، لازم هسه كل المشاهدين يضغطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس الاشعارات حتى اخليك تجرب العربة مال الموت او تدخل مدينة الالعاب، واذا ما يسوونه ما راح تدخل وراح تفشل بالمهمات. اوه سمعتوا يا شباب ويا بنات، انا سويت المهمة الاولى والمهمة الثانية، المهمة الثالثة هي انتم، لازم هسه كلكم تضغطون لايك
وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات، واريدكم من تسوون هاي المهمات تكتبون بالتعليقات تم حتى اعرف انتم سويتوها يا اساطير. يلا يا شباب ويا بنات اني اعتمد عليكم، وحتى ان شاء الله بقت لي بس مهمة واحدة اللي هي المهمة الرابعة ان شاء الله، هسه راح اروح اسويها وتعرفون واجرب العربة مال الموت الاسطورية. طيب عمو القروي ايه لا تزعل، أنا بصراحة زعلان لأن كثير ناس ما يقبلون يشتركون بالقناة، والله كان كل حلمي أشوف كل الناس يخلون لايك ويشتركون بالقناة، إن شاء الله يتحقق هذا الحلم. طيب مو مشكلة، أنا راح أعطيك المهمة الأخيرة. إيه شباب مثل ما سمعتوا المهمة الأخيرة، شنو هي عمو؟ المهمة الأخيرة أريدك تروح الملعب كرة القدم، اليوم راح تصير لعبة ريال مدريد ضد برشلونة. سمعتني، اللعبة راح تصير بعد 10 دقائق، اريدك تروح للملعب هسه قبل لا تبدي اللعبة وتلقى بنص الملعب تبحث عن صندوق، هذا الصندوق بيه شغلة اسطورية ممنوع تستخدمها، اوكي؟ يعني عمو شنو شغلة اسطورية؟ انا ما افتهمت. اكو تعويذة سحرية موجودة هناك، اي شي تشوفه تقدر تخليه عنده روح، مثلا الدير تقدر تخليه كائن حي، اي شي. اوكي عمو اني راح اسوي المهمة. هذا ملعب كرة القدم يا شباب ويا بنات، عمو القروي يقول اكو تعويذة سحرية تقدر تخلي اي شي ميت ترجع للحياة، مثلا الديارت الواحد ميت ترجع للحياة، ما شاء الله شلون. اوكي مو مشكلة، يلا اني خلي اروح الملعب كرة القدم وابحث عن هذا السحر او التعويذة السحرية يا شباب ويا بنات. اوكي خلي ادخل ملعب كرة القدم اليوم لعبة ريال مدريد وبرشلونة، كتبونا بالتعليقات منو تحبون ريال مدريد لو برشلونة، اني بالنسبة لي الفريق الاسطوري اللي راح يخلي اكثر لايكات، يلا خلي نشوف منو اكثر ريال مدريد لو برشلونة، كتبوا بالتعليقات. يلا يا شباب ويا بنطاني دخلت الملعب كرة القدم، يلا والله الملعب كلش ضخم وكلش كبير. اوكي مو مشكلة، يلا خلي اصعد هاي المدرجات، يلا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يتقدمون. اوكي مو مشكلة، انا ما احب كرة القدم، انتم اساطير. واو صرت احب كرة القدم، والله الملعب عملاق وكبير ما شاء الله. طيب انا وين اعرف وين موجودة الصندوق؟ والله شكله موجود هنا بهذا الجول او المرمى. اوكي شكله موجود هنا يا شباب بنات، لا ما موجود هنا، وين موجود؟ اوه يمكن ذاك، اوف 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 صوت البرق والله مرعب. اوكي والله شكله موجود هنا يا شباب ويا بنات، لحظة اي هذا واو لقيت الصندوق، يلا خلينا نشوف شنو داخل يا شباب ويا بنات. اوكي هذا شنو؟ والله ما اعرف هذا شنو، لحظة خلي اجربه لحظة. اوكي ما جاي يصير شيء. هاي شنو؟ والله شنو هاي؟ اعوذ بالله يما، هاي شنو؟ يعني اي شيء صار عنده حياة يا شباب. اوه ماي جاد شباب بنات، هذا السحر اللي عندي او الصولة جان يخلي اي شيء صخرة اي شي حي كائن حي. مستحيل والله مستحيل، لحظة هاي واو ولطيف كان حي لطيف، هو اقدر رجع شلون ما كان. والله شي رهيب هذا. اوكي مو مشكلة، خلي اجرب يا شباب ويا بنات، عندي شغلة. اوكي هذا خلي ارجع شلون ما كان، لحظة ارجع خلي ارجع عدن، والله شغلة رهيبة. اوكي عندي شغلة اسطورية اريد اسويها، راح اجرب هاي التعويذة على القروي يا شباب ويا بنات، والله فكرة اسطورية. اوكي يلا خلي نشوف شنو راح يصير بالقروي، اريدكم هاي شنو؟ اوه هاي ما يصير، اوكي مو مشكلة. اوكي خلي نجرب هاي، اعتقد هم تصير، لحظة لا هاي هم ما تصير. اوكي مو مشكلة، خلي اروح لعمو القروي اجرب هذا السحر بي وان شاء الله ينجح. اوكي شباب بنات يلا هسه اريدكم تكتبون بالتعليقات شنو تتوقعون راح يصير، اني بصراحة اعتقد راح يتحول وحش او ما اعرف، نشوف شنو اللي راح يصير يا شباب ويا بنات. يلا اني خلي اركض يا شباب ويا بنات، اعتقد اذا اطفر اسرع. اوكي
اوكي مو مشكلة مو مشكلة. يلا يلا يا شباب ويا بنات، انا كلش كلش متحمس. اوكي يلا سريع 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 سريع. والله متحمس، راح اجرب اصير اجرب هاي العربة مال الموت او سكة الموت يا شباب ويا بنات. والله شكلها اسطورية. لحظة خليني اجرب هاي رجعها للحياة. اوه شكله ما يصير بس البلوكات، والله ما اعرف. لحظة لحظة خليني نجرب إيه بهذا الفرن. ليش ما جاي يصير؟ لا لا رجعته. عم القروي جبت جبت هذا الصولجان السحري. استعملته لو لا؟ ايه اي شوية استعملته. ولك يا غبي هذا خطير. ايه طيب عم القروي هسه انا شو اسوي؟ والله شغلة رهيبة هاي. ولك والله انت انت ورطة، ايش سويت؟ لا اله الا الله ورطة هاي. خلاص خلاص راح ارجعه. اوكي ارجع. لحظة يلا لحظة لحظة يا شباب بنات، والله ورطة هاي. خلاص عم القروي اسف اسف اسف، خلي ارجعك شلون ما كان. اي رجعته، هسه شو اسوي؟ شوف اني حذرتك تستخدم هذا السحر، افتهمتني؟ وممنوع تستخدمه، ترى ما خليك تجرب القطار مال الموت او مدينة الالعاب. لا لا خلاص خلاص بعد ما استخدمه، التوبة والله بعد ما استخدمه. أرجوك عم القروي خلاص هسه خلاص بعد ما أريده هذا. شوف خليته هنا أنا مثل ما أنت تريد، هسه تخليني أجرب قطار مال الموت. إيه هسه أخليك تجربه، يلا مبروك إلك. هي 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 هي. أوه شكرا شكرا شكرا. أوكي عمو شلون أخذ لي عربة؟ روح اضغط على الزر يا غبي. أوكي مو مشكلة، نضغط على الزر. واو واو شكرا عمو القروي. يلا يا شباب ويا بنات خلي اجرب العربة الاسطورية، اخليها هنا أنا واصعد واضغط الزر ونقول بسم الله. وي والله شغلة رهيبة. او ماي جود واو من صدق هذا قطار الموت الاسطوري، والله شغلة رهيبة كلش كلش حلوة. اللي يحبها مثلكم يضغط لايك ويشترك بالقناة، انا حبيتها وانتم. والله السكة مال الموت هاي حلوة. واو اتمنى ما يخلص هذا اليوم الاسطوري. هي 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 هي. والله شغلة رهيبة. اوكي شباب بنات هي اوكي اوكي. لا 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 خطيرة هاي، لا لا خطيرة. واو والله الجولة كلش كلش ممتعة هاي، ان شاء الله يا رب ما راح تخلص هاي الجولة والله يحفظنا كل احنا. يلا خلي نشوف وين راح نوصل. والله اني اتمنى ما تخلص هاي الجولة بسرعة لان هاي الجولة مستمتع اني بيها كلش. يلا يا شباب ويا بنات خلي نشوف يمتى راح تخلص حتى نرجع نعيد الجولة او نروح لغير مكان بمدينة الالعاب الاسطورية. والله والله اسطورية. اوه شغلة رهيبة. اوكي لا خلصت. اوف والله ورطة هاي، خلي اكلم عم القروي اقول له خلصت الجولة اريد جولة ثانية ان شاء الله يقبل يعطيني اياها جولة ثانية. عم القروي خلصت الجولة مالتي اريد بعد جولة. يا غبي انت مو سويت المهمات كلهن بنجاح؟ ايه سويتهن كلهن بنجاح، والمتابعين والمشتركين كلهم ساعدوني بالمهمة رقم 3 وضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. مو شباب بنات انتم ساعدتوني اكيد. ايه هسه اريد بعد جولة. اسمعني اني راح اعطيك جولات مجانيه مدى الحياه لان انت سويت المهمات كلهن، يلا مبروك لك. اوه شكرا. اوكي يعني اقدر اجربها متى ما يمتى ما اريد. اوكي خلينا نجرب من هذا الاتجاه. اوكي وين الزر؟ وين الزر يا شباب يا بنت؟ لحظه نمشي هنا نضغط الزر. لا لازم ذاك الاتجاه. اوكي مو مشكله خلينا نجيب العربه ونخليها هنا ونقول بسم الله. ويييي